سو 35 اس ملكة مقاتلات الجيل الرابع بلس بلس. روسيا تسلم جيشها الدفعة الأولى من ملكة المقاتلات سو 35 اس. في تطورات دفاعية عالمية، سلمت شركة الطائرات المتحدة الروسية الدفعة الأولى لهذا العام من الطائرات المقاتلة الجديدة المتعددة المهام من طراز سو 35 اس إلى وزارة الدفاع الروسية. وأفادت الشركة في بيان أن مصنع الطيران التابع لها قام بتصنيع وتسليم الدفعة الأولى من المقاتلات الجديدة متعددة المهام سو 35 اس لوزارة الدفاع. تنتمي الطائرة المقاتلة سو 35 اس إلى الجيل الرابع بلس بلس، وأشارت الشركة إلى أنها أخضعت المقاتلة الجديدة لسلسلة من الاختبارات الأرضية والطيران في أوضاع تشغيل مختلفة، وحلقت من مطار كناز إلى مكان الخدمة. وتعتبر المقاتلة من أفضل المقاتلات متعددة المهام في العالم، وذلك بسبب قدرتها العالية على المناورة وأداء مختلف المهام القتالية في مختلف الظروف، وأسلحتها المتطورة التي تشمل صواريخ جو جو وجو أرض وقنابل وصواريخ موجهة وغير موجهة. ويطلق عليها ملكة المقاتلات من الجيل الرابع بلس بلس. تم تجهيز سو 35 اس بمعدات متقدمة وأنظمة معلومات واستهداف بعيدة المدى، وتسمح الأنظمة الحديثة الموجودة على متن الطائرة بالاتصال وتبادل المعلومات العالي السرعة بين الطائرات ونقاط التحكم الأرضية وبين الطائرات مع بعضها بعضاً.